الأعراض التي تظهر نتيجة الإصابة بهذا الفيروس، ثم تعرفنا على طرق الوقاية منه، والآن سنتعرف على مرض آخر يصيب الجهاز التناسلي، فتابعوا معنا الفقرة التالية. أعزائي، الشكل يوضح بكتيريا مرض السيلان، ومن خلال الشكل يتضح بأن العامل المسبب لمرض السيلان هي بكتيريا، وكذلك من خلال الشكل نلاحظ أن نوع البكتيريا التي تسبب مرض السيلان هي بكتيريا من المكورات أو تسمى بكتيريا كروية الشكل. أعزائي، من خلال متابعتنا للفقرة السابقة اتضح لنا بأن العامل المسبب لمرض السيلان هي بكتيريا، وهذه البكتيريا هي من نوع المكورات أو تسمى بالبكتيريا الكروية، والآن سنتعرف على طرق انتقال البكتيريا التي تسبب هذا المرض، فتابعوا معنا الفقرة التالية. ما تشاهدونه أعزائي هي أشكال توضح مصادر عدوى للإصابة بمرض السيلان، ومن هذه المصادر التي تشكل مصدر عدوى للإصابة بهذا المرض هي استخدام الأغراض الشخصية للمصاب مثل الملابس الداخلية وملابس السباحة، وكذلك استخدام المرحاض الأوروبي إذا كان ملوثا، وكذلك من مصادر العدوى العلاقات المحرمة مع شخص مصاب. طرق انتقال البكتيريا التي تسبب مرض السيلان: 1. العلاقات المحرمة مع شخص مصاب. 2. استخدام الأغراض الشخصية للمصاب مثل الملابس الداخلية، ملابس السباحة. 3. استخدام المرحاض الأوروبي إذا كان ملوثا. أعزائي، تعرفنا من خلال متابعتنا الفقرة السابقة على الطرق المختلفة التي تنتقل من خلالها البكتيريا التي تسبب مرض السيلان. الآن سنتعرف على الأعراض الناتجة عن الإصابة بمرض السيلان، وذلك من خلال متابعتنا للفقرة التالية، فكونوا معنا. أعراض مرض السيلان: 1. نزول مواد مخاطية لزجة صفراء مع البول مع آلام شديدة وصعوبة عند التبول، وتحول المواد المخاطية إلى صديد يخرج من مجرى البول ويلوث الملابس الداخلية، وإذا أهمل العلاج قد يؤدي إلى العقم ومضاعفات سيئة، وقد تصل الإصابة للطفل عند الولادة وتؤدي إلى إصابته بالعمى. أعزائي، تعرفنا فيما سبق على مرض آخر يصيب الجهاز التناسلي وهو مرض السيلان، كذلك تعرفنا على العامل المسبب لمرض السيلان، وتعرفنا كذلك على الأعراض الناتجة عن الإصابة بمرض السيلان. الآن سنتعرف على مرض آخر يصيب الجهاز التناسلي، فكونوا معنا من خلال متابعة الفقرة التالية. شكل يوضح بكتيريا مرض الزهري: 1. أعزائي الطلاب، من خلال الشكل يتضح بأن العامل المسبب لمرض الزهري هي بكتيريا، ومن خلال الشكل كذلك نلاحظ أن نوع البكتيريا التي تسبب مرض الزهري هي بكتيريا من نوع اللولبيات أو تسمى بكتيريا لولبية أو حلزونية الشكل. أعزائي الطلاب، اتضح لنا من خلال متابعتنا للفقرة السابقة بأن
العامل المسبب لمرض الزهري هي بكتيريا، وهذه البكتيريا هي من النوع اللولبي أو من النوع الحلزوني. والآن سنتعرف على طرق العدوى والإصابة بمرض الزهري، فكونوا معنا. طرق العدوى بمرض الزهري: 1. الممارسات غير الشرعية مع شخص مصاب. 2. التقبيل بالفم أو الخد من شخص مصاب بالزهري. 3. استخدام أدوات الشخص المصاب مثل المناشف أو أمواس الحلاقة. 4. استخدام الأكواب والمناعق في المطاعم، خاصة التي لا تراعي النظافة. أعزائي الطلاب، تعرفنا فيما سبق على طرق العدوى والإصابة بمرض الزهري، والآن سنتعرف على الأعراض الناتجة عن الإصابة بمرض الزهري، فتابعوا معنا الفقرة التالية. أعراض مرض الزهري: 1. ظهور قروح صلبة في الأعضاء الخارجية للجهاز التناسلي عند الذكر والأنثى. 2. إفراز صديد، قيح ذو رائحة نتنة. 3. ظهور قروح في الفم والحلق. 4. تورم الغدد الليمفاوية مع آلام شديدة في العظام والمفاصل، وقد تنتشر الإصابة إلى القلب والدماغ والنخاع الشوكي، مما يؤدي إلى العمى والشلل والجنون ثم الموت. 5. قد تنتقل البكتيريا إلى دم الجنين إذا أصيبت الحامل بهذا المرض، فيشوه الجنين أو يموت. 6. أعزائي الطلاب، يتضح لنا من خلال متابعتنا للفقرات السابقة بأن أهم الأمراض التي تصيب الجهاز التناسلي هي مرض الإيدز ومرض السيلان ومرض الزهري. والآن سنتعرف أعزائي الطلاب على طرق المحافظة على صحة وسلامة الجهاز التناسلي، وذلك من خلال متابعتنا الفقرة التالية. طرق المحافظة على صحة وسلامة الجهاز التناسلي: 1. الاهتمام بالنظافة الشخصية. 2. تجنب الاتصال والعلاقات المحرمة مع شخص مصاب. 3. الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. 4. عدم استخدام أدوات الغير. 5. الوقاية، وذلك بتجنب الأشياء الضارة. أعزائنا الطلاب، تحدثنا في موضوع حلقة اليوم عن الأمراض التي تصيب الجهاز التناسلي، وتعرفنا على أن أهم الأمراض التي تصيب الجهاز التناسلي هي مرض الإيدز، وينتقل عن طريق فيروس HIV أو يسمى فيروس نقص المناعة المكتسبة. ثم تعرفنا كذلك على مرض آخر وهو مرض السيلان، وعلمنا بأن العامل المسبب لمرض السيلان هي بكتيريا، وهذا النوع من البكتيريا هي بكتيريا كروية الشكل. كذلك تعرفنا على مرض الزهري، وعلمنا بأن العامل المسبب لمرض الزهري هي بكتيريا، وهي من النوع الحلزوني. ثم تعرفنا كذلك على طرق المحافظة على صحة وسلامة جهازنا التناسلي، وعلمنا بضرورة المحافظة على صحة وسلامة جهازنا التناسلي، ليس فقط لصحته وسلامته، وإنما لكي نحافظ على سلامة وحياة الأجيال. وبهذا القدر أعزائي الطلاب،
نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، وقبل أن نختتمها نبقى مع الأسئلة الخاصة بها، فكونوا معنا. أعزائي وأحبائي الطلاب، في نهاية حلقة اليوم لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن الإصغاء والاستماع، كما أنني باسمكم أقدم الشكر لكل من أنجز وساهم في إنجاح موضوع حلقة اليوم. تقبل